محمد الشناوي جاي له عرض من الوحدة السعودي. لو هنيجي نتكلم، محمد الشناوي بنى اسمه بحروف من ذهب مع النادي الأهلي في البطولات، وطبعا مش الموسم اللي هيخلينا، مش موسم مصطفى شوبير اللي هيخلينا نغير فكرنا او تفكيرنا من ناحية محمد الشناوي، لان محمد الشناوي شال النادي الأهلي كتير. احنا قبل محمد الشناوي ما كانش فيه حراس مرمى تليق بالنادي الأهلي غير من ايام عصام الحضري. بعد كده ما شفناش حارس مرمى يليق بالنادي الأهلي غير محمد الشناوي، اللي انتزعنا تقريبا من ضياع كان كارثي بالنسبة للنادي الأهلي. فالموسم اللي عمله مصطفى شوبير موسم استثنائي للناحيتين. محمد الشناوي كان بيجيله عروض كتير من الدوريات الخليجيه او من الدوري السعودي بمعنى الاصح، وكان بيرفضها عشان خاطر النادي الاهلي. فبالتالي ان هو لما يجي له عرض من النادي السعودي لازم يوافق بيه بعد العرض اللي عمله مصطفى شوبير مع النادي الاهلي في الموسم اللي فات بعد اصابه محمد الشناوي. فبالتالي لو هنيجي نتكلم مصطفى شوبير ده هو ده المستقبل بتاع النادي الاهلي. محمد الشناوي عمل كتير، فبالتالي ان هو محتاج ان هو يأمن حياته بقى بعد كده. الدوري السعودي لما ياخد فيه مليون دولار ولا 2 مليون دولار ولا ايا كان المبلغ، احسن من ان هو يكون في النادي الاهلي بياخد يا عم 17 مليون جنيه. اني احسن؟ احنا كجماهير نادي اهلي اكيد يعني هنفرح لمحمد الشناوي ان هو بيحترف في نادي محترم زي الوحدة السعودي، ونادي مش قليل. بالتالي يعني انا شايف ان هو عرض كويس لمحمد الشناوي. ده غير ان انا استشفيتها اصلا من ساعه ما عرفت ان هم جددوا للزنفولي. الزنفولي انت محتاجه فعلا الفتره الجايه يكون الحارس رقم 2 بعد مصطفى شوبير. فانا بدات ان انا اعرف من ساعتها، من ساعه التجديد للزنفولي عرفت ان محمد الشناوي مش مكمل مع الاهلي، وان هو ايه هيلعب كام ماتش كده في نهايه الدوري وخلاص خلصت الدنيا على كده، الموسم الجاي هيبقى مع نادي الوحده السعودي. ده غير اللي انا عرفته ان كابتن خالد بيبو هيقعد بكره مع محمد الشناوي عشان خاطر يقول له على العرض، ويبتدي بقى ان هما بقى ايه يفهموه الدنيا بعد كده مع نادي الوحده السعودي، اللي هو هيعرفوا رايه بمعنى اصح. وانا من دلوقتي بقول لك ان محمد الشناوي مش هيرفض عرض من الوحده السعودي، في حين ان هو محتاج ان هو يغير الاجواء بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز ضغط مباريات، وطبعا محمد الشناوي 5 سنين ولا 6 سنين كان في مدعكة، كان في مدعكة مع النادي الاهلي. فمحتاج بقى ان هو بقى ايه يبص للمستقبل بتاعه ولعياله ولحياته اللي جاية. طبعا احنا بالنسبة لنا بنتمنى التوفيق لمحمد الشناوي ايا كان بقى، وافق على العرض ما وافقش على العرض، وهيفضل برضو هو حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر رقم 1 بالنسبه لي. بس انا كنت بقول وجهه نظري، واللي تقريبا اللي هو المفروض يحصل من محمد الشناوي ان هو يوافق على العرض السعودي.